تواصل القافلة الطبية لوزارة الصحة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط تقديم الخدمة الطبية للمواطنين الأكثر احتياجا والعلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تستهدف القافلة تقديم الخدمة الطبية لنحو 2000 مواطن في العديد من التخصصات والأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخل أكبر إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج المناسب. القافلة الطبية دي عبارة عن مستشفى متنقل فيها تخصصات مختلفة، باطنة وجراحة ونساء وأطفال وتنظيم أسرة ورمد، التخصصات المختلفة الموجودة، بالإضافة إلى سوء الكشف المبكر عن السكر والضغط، بالإضافة إلى عندنا تحليل دم وتحليل بول في الأشعة، وعندنا استقرار قرار تقارير طبية لعمل قرارات نفع الدولة. الصيدلية هنا بتحتوي على جميع الأدوية اللي بتغطي جميع التخصصات اللي بتعالجها القافلة، الأدوية كتيرة ومتوفرة عندنا مخزون 6 شهور. المريض تقريبا بياخد أدوية من 25 ل 100 جنيه القيمة السعرية بره بتاعتها،